11000 سرير هي السعة الإجمالية بالإقامات الجامعية الستة على مستوى القطب التكنولوجي الجامعي سيدي عبد الله بالعاصمة، التي يرتقب أن يتم تسليمها شهر جوان المقبل تحسباً للدخول الجامعي الجديد، في انتظار انتهاء الأشغال بالقطب الجامعي نهاية أفريل 2023. إن شاء الله نتابعوا هذا المشروع هذا باش يكون جاهز للدخول الجامعي، وخاصة من ناحية البيداغوجية، لأن من ناحية الإقامات الجامعية عطاونا قالوا لنا بلي يكونوا واجدين في شهر جوان آخر جوان إن شاء الله 11000 سرير تكون جاهزة في آخر جوان، وتكون هذا موجودة للدخول الجامعي المقبل. في زيارة تفقدية قادته إلى الإقامات الجامعية التي تتواجد قيد الترميم بولاد فايد، وقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تقدم الأشغال، حيث أكد على ضرورة احترام أجل التسليم. كنا عطينا تعليمات للمسؤولين والمسيرين وخاصة كذلك المؤسسات اللي راح تقوم بهذه الترميمات باش تحترم الأجل، لأن هذه الترميمات وهذا القطب الجامعي ماذا بينا احنا نستغلوه للدخول الجامعي المقبل، للدخول الجامعي 2022-2023. تهيئة وتجهيز الإقامات الجامعية قيد الترميم والبناء سيكون فرصة لتخفيف الضغط، مما سيضمن للطلبة خدمات أحسن في الموسم الجامعي المقبل.